السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 572 في لقاء الخميس، يستمر فيها غياب الزميل العزيز والكبير المهندس عادل القيعي لظروفه الصحية، وعايز أطمن حضراتكم عليه. كان في الأول محمد عادل القيعي ابن المهندس عادلي، جات له لما عمل تحاليل طلع إيجابي كورونا، تم عزله، وكان المهندس عادل بيشكو من بعض حاجات البرد الخفيفة جدا اللي لما عمل المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثبت وقتها الحمد لله إن عينته سلبية، لكن استمرت الشكوى منه أو عنده من بعض حالات البرد البسيطة، مع الوقت لما عمل تحليل تاني ثبت إن هي إيجابي كورونا، لكن الحالة الحمد لله في أفضل في أفضل درجاتها، دخل المستشفى لمزيد من الرعاية نظرا لأنه المهندس عدلي والمدام ومحمد كمان الثلاثة إيجابي كورونا، فتحت العلاج في المستشفى، لكن وبحمد الله تعالى الكل في حالة جيدة وهيتعافوا سريعا، وإن شاء الله في أسرع وأقرب وقت يكون معانا المهندس عدلي القيعي. لكن عايز أطمن حضراتكم عليه جدا وعلى محمد وعلى مدام الباشمهندس، كلهم الحمد لله في أفضل حالة، لكن أهو دور وداير وربنا ينجي الجميع يا رب. حلقة مهمة جدا في توقيت أعتقد كلكم عارفينه، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقال الملهم ومواقف تعيش. الغربال بذمتكم في هيافة أكتر من كده؟ بعظمة لسانه هل فطع الهوى؟ مين المسؤول؟ الشموع الحمراء مكاوي عم الكباتن. أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى العام لفقرات حلقة النهاردة، إن شاء الله الوقت يسعفنا ونقدر نناقشه مع حضراتكم، لكن البداية كما تعودتوا دايما مع مقالي ومقاله. مقاله كلام كتير جدا اليومين اللي فاتوا عن النجم العالمي الكبير محمد صلاح. امبارح اتحاد الكرة مشكورا الحقيقة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني عمل حفل هادئ جدا ودافئ جدا ورائع جدا تكريما لمحمد صلاح على كل نجاحاته، ودي كانت لمسه طيبه جدا. كلنا عارفين حتى لو الاتحاد اللي فات انكر انه كان فيه نوع من الارض الصلبه شويه في العلاقه ما بين محمد صلاح ومسؤولي اتحاد الكره السابقين، كانت المساله فيها حاله من البرود شويه، ما كانتش ابدا في تفاعل درجاتها لاسباب كتيره ومختلفه، لكن حسنا فعل الاتحاد الحالي برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني انه عمل حفله لتكريم محمد صلاح على كل انجازاته الكبيره اللي حققها مع ليفربول، واللي الحقيقه وصل بها الى مصاف العالميه الحقيقيه. مصر بقى فيها نجم بينافس في كل سنه، بياخد هداف الدوري الانجليزي، بينافس على احسن لاعب في العالم، بينافس على احسن لاعب في اوروبا، فاحنا مع محمد صلاح وصلنا الى درجه ما كانش حد يحلم بيها. فالاحتفاء بمحمد صلاح وحرص الدكتور اشرف صبحي امبارح وزير الشباب والرياضه انه يبقى موجود، ولما بيتكلم بيتكلم على قيمه النموذج الملهم، هو ده النموذج الملهم للشباب. الكلام اللي قاله محمد صلاح في الهام حقيقي للشباب اللي عايز ينجح، ازاي قدر يحافظ على طموحه، ازاي قدر يصدق انه يقدر يحقق انجازات كبيره، ازاي قدر يصدق انه عنده القدره يقدر ينافس ويوصل لمصاف الانديه والنجوم العالميين بجد، وفي كل مره بيرتقي بطموحه، وفي كل مره بيشتغل على نفسه اكتر، وفي كل مره بيطور قدراته اكتر. بقول لكم قدم النموذج الملهم الحقيقي. بس من ضمن كلام محمد صلاح وهو بيتكلم الحقيقه استوقفتني نقطه مهمه جدا عشان تشوفوا قيمة المواقف الإيجابية اللي بتعيش. محمد صلاح لما اتكلم على مسيرته من هو ناشئ في المقاولين وبيجي من قلب الدلتا من نجريج في مركز بسيون في الغربية
قاطع المسافة في 4 ساعات في القطورة في عز التلج وعز البرد وراجع في 4 ساعات، يعني قمة المعاناة. لكن لما وصل لدرجة معينة بقى بيقعد احتياطي. قال حاجة مهمة صلاح في الفيديو امبارح عن مسألة انه كان خلاص بدأ يصيبه الإحباط وفكر يسيب الكورة وفكر يسيب المقاولين، ولو ده كان حصل ما كانش ليفربول بقى عنده هذا الفرعون الكبير جدا المدهش. لكن في موقف ما أثر في تفكير صلاح نسمعه هو بيحكي عنه امبارح. مين الشخصيات الملهمة لمحمد صلاح؟ والله بص، كان في يعني من صغري الناس بتتغير بالنسبة لي، بس أنا دايما كنت بقول لو على مستوى الكروي وعالميا أنا دايما بحب زيدان جدا ورونالدو البرازيلي وتوتي. طبعا لما لعبت مع توتي كان بالنسبة لي حاجة يعني حلم من الأحلام إنها اتحققت. بالنسبة للناس في مصر طبعا يعني في كباتن كتيرة مش عايز أقول اسم بس يعني عشان ما انساش حد، بس طبعا كابتن خطيب قاعد فمن ضمن الأسامي طبعا اللي كانت كابتن مجدي عبد الغني عشان ضربة الجزاء. فطبعا طبعا يعني كل الناس اللي موجودة ما فيش حاجة عايز أقولها عشان ما انساش حد، بس جه في دماغي كابتن دياس السيد طبعا. طيب محمد صلاح راح ايطاليا، راح انجلترا، راح بلاد كتيره جدا، بس محافظ على الايدنتيتي والهويه بتاعته. صلاح لو هتكلم معاك في جزئيه شباب كتيره نفسها تبقى محمد صلاح، لو اب شايف في ابنه حاجه، شايف ان ابنه ممكن يكون في يوم من الايام حاجه مهمه لنفسه ولبلده، تنصحه يساعده ازاي؟ اقول لهم انا من غير والدي ما كانش زماني موجود هنا. تقريبا والدتي كانت عايزاني ابطل كوره كذا مره، بس والدي اللي كان دايما بيرفض الفكره دي. فوالدي كان دايما هو اكتر داعم ليا، والدي وخالي كان دايما برضو في نفس الاتجاه. فوالدي بصراحه ساعدني بشكل كبير جدا ان انا اكمل في المقاولين، وجات لي فتره برضو في المقاولين قعدت احتياطي وكان والدي اللي ضغط عليا بقى ان انا اروح بقى. انا كنت خلاص قلت له مش عايز اروح، مش عايز اسافر السفر ده كله 4 ساعات رايح 4 ساعات جاي واقعد احتياطي. فوالدي اللي كان هو الداعم ليا قال لي، والله فاكرها لحد دلوقتي، قال لي كابتن الخطيب قعد احتياطي، كل اللعيبه الكبيره قعدت احتياطي، كل ده بتمر بيه في حياتك وهتشوفه، بس ده لازم يخليك اقوى مش اضعف. بصوا محمد صلاح هو بيقول لكم أنا فاكرها زي ما يكون دلوقت، أنا خلاص بدأت أحبط وبدأت أزهق، هسافر 4 ساعات عشان أجي المقاولين عشان أقعد احتياطي، لا بلاها. فبيقول خلاص فكرت إن أنا أقعد وأكفي خيري شري، ووالدتي كانت بتساعدني إن أنا أرتاح وأقعد لأن طبعًا كان صعبان عليها تعب وده كله. لكن بص والده قال له إيه؟ بيقول لك أنا فاكرها زي ما يكون دلوقت، قال له ده الكابتن الخطيب قاعد احتياطي. فبيقول ساعتها أنا خلاص بدأت بقى إيه؟ أرجع تاني وأفكر تاني وأركز تاني. وهنا الموقف اللي بيعيش، وده تصرف الرياضي، وكل إنسان رياضي بجد رياضي بجد بيتصرف تصرف ما لازم أن يبقى واخد باله إنه بتصرفه ده وبسلوكه ده ممكن يأثر في أجيال كتيرة وعلى مدى طويل جدا. أنتوا متخيلين لو ما كانش فيه نموذج ملهم للاعب الرياضي إنه يحترم قرار المدرب، انه يبقى عنده الاصرار والعزيمه انه مفيش مشكله تقعد احتياطي، مفيش حاجه اسمها في نجم كبير على قرار المدرب. وقعت الكابتن الخطيب اللي محمد صلاح استشهد بيها واستلهم منها طاقه ايجابيه عشان يرجع يلعب تاني ويرجع يتمرن تاني ويرجع يقبل بانه يقعد احتياطي ويشتغل على نفسه ويرجع يبقى اساسي عشان ينطلق الانطلاقه الكبيره قوي ديت، جايه من تصرف، من تصرف للاعب رياضي مؤمن بقيمته وبموهبته وعارف الصح فين، وهو محمود الخطيب في نهاية السبعينات. الموقف اللي محمد صلاح بيحكيه ده اللي والده حكاه له أو استشهد بيه، كابتن الخطيب في السبعينات ملء السمع والبصر، الجرايد وكل حاجة بتبيع باسم الخطيب مع هيديكوتي، الخطيب أسطورة كبيرة جدا. فجأة هيديكوتي مشي، جه موسم 79-80 تقريبا جه كالوتشاي المجري، عنده وجهة نظر في مرحلة إن الخطيب يقعد احتياطي. هل الخطيب بعنفوان نجوميته وقيمته الكبيرة جدا والضجة الكبيرة اللي كان بيحدثها مجرد انه يسخن بس، هل امتعض او اعترض او رفض انه يقعد احتياطي؟ لا، احترم قرار المدرب، اشتغل على نفسه، بدأ يتمرن جامد،
في هدوء شديد جدا وفي احترام شديد لقرار المدرب رجع مش بس بقى أساسي، ده كمان 81 يصعد بالأهلي لنهائي بطولة أفريقيا للأندية لولا اغتيال الرئيس السادات وانسحاب الأهلي من السيمي فاينال، كان الأهلي هيفوز بالبطولة في 81 أو كان قريب منها. لكن في 82 الخطيب اللي كالوتشاي كان حاطه احتياطي يرجع يجيب بطولة أفريقيا مع زمايله، ثم ياخد أحسن لاعب في السنة الثانية، ياخد الكرة الذهبية وأول مصري يفوز بالكرة الذهبية، واللي يكررها بعد كده محمد صلاح. بصوا المقارنة والمقاربة بفعل الإيمان أولا بالموهبة، الاحترام لقرار المدرب، الإيجابية في التصرف، مش اللاعب اللي مجرد ما يتحط احتياطي يملك جرايد والمواقع والبرامج وسخط واعتراض واتهامات ومشاكل. لا، اتصرف بشكل إيجابي، احترم قرار مدربه، اشتغل على نفسه، رجع خد أحسن لاعب في أفريقيا، جاب بطولة أفريقيا، جاب 5 بطولات لأفريقيا للأهلي بعديها. بصوا 5 بطولات أفريقية يجيبها محمود الخطيب من بعد القرار ده أو من بعد التصرف ده. ولو كان في بطولة كأس السوبر بتتلعب وقتها كانوا 5 بقوا 10. لو بيتلعب بطل الدوري مع بطل الكاس على كأس السوبر كان الأهلي زي ما خد 5 في بطولة أفريقيا للأندية كان ممكن يبقى عنده متاحين 5 ألقاب كمان في السوبر. ده بسبب هذا التصرف الإيجابي للسلوك الرياضي السليم اللي بنهديه لكل الأجيال. محمد صلاح بالمناسبة وقتها ما كانش اتولد، بس فضل الموقف الإيجابي بيعيش، وفضل التصرف الرياضي السليم بيعيش. هو ده النموذج الملهم. هكذا تصرف الخطيب في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، واتولد بعدها محمد صلاح ب7-8 سنين عشان يتعلم من الدرس اللي والده قاله له، فينطلق صلاح حوار آخر إلى آفاق أكبر وأرحب بكتير، ويصل إلى العالمية بجد ويناطح أحسن لاعب العالم. صلاح قدم النموذج الملهم واستفاد من درس أيضا كان موقف ملهم جدا، وهي دي الرياضة في أهم معانيها، إزاي تقدر ترتقي بسلوك الإنسان. بالمناسبة محمد صلاح وهو بيناشد الجماهير بمناسبة لقاء الأهلي والزمالك 27 إن شاء الله الشهر الحالي في نهاية دوري الأبطال، قال يا جماعة شيء كويس جدا إن احنا الفرقتين من مصر وبيلعبوا فاينل في مصر، فدي فرصة أرجوكم ما تعديش بالساهل، لازم نقدم صورة بلدنا في الصورة الجميلة اللي تليق بيها. كان كلام جدا رائع من محمد صلاح، بس دعا بالحضور وقال مش عايز أقول أنا أتمنى مين يكسب، لكن أتمنى إنه الجمهور واللعيبة اللي فرقته تخسر تهني وتحتفل بالفريق الكسبان، تبقى دي الروح المصرية بجد. صلاح لما دعا بالحضور وقال أنا مش عايز أقول عايز مين يكسب أو أكشف عن انتمائي، ناس كتيرة راحت هو أهلاوي ولا زملكاوي، القضية مش صلاح أهلاوي ولا زملكاوي، صلاح مصري، صلاح نموذج للشاب المصري اللي عمرو الجنايني كان صادق جدا وبيقول له أنت الفخر بتاعنا، أنت اللي إحنا بنفرح بيك. ولما وزير الشباب والرياضة يقدمه كنموذج ملهم للشباب في كل المجالات كان حقيقي صادق في تقديم هذه القيمة. لكن فكرنا الكابتن محمد عودة نجم المقاولين اللي درب محمد صلاح في مرحلة الناشئين وسألوا هاني حتحوت السؤال اللي بيلح على الناس، هو صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟ صدقوني أنا مش معني خالص إن صلاح يبقى أهلاوي ولا زملكاوي، صلاح مصري. لكن أما وإنه طرح السؤال خلينا نشوف محمد عودة كشف عنه بإيه. مين كان دايما اكثر جديه، اهلي ولا زمالك؟ الاثنين والله، بس الاهلي كان اكتر. الاهلي كان يعني كان عايزه بقوه وكل شويه يبعتوا لنا مندوب وكلامه ونبقى نقول للواد يقول طيب ان شاء الله، وبعدين جه عرض بازل. فمحمد انا يعني احنا شايفين لك الاهلي احسن، بازل لسه هتروح وهتشوف والعرض مش قوي، لا انا عايز احترف، انا عايز احترف وانا مركز في الاحتراف. طب اطلع روح اختبارات، راح هناك قعد اختبار فتره وهو والنني وسبحان الله. واصلا اهلاوي ولا زملكاوي؟ واهلاوي. اهلاوي اهلاوي. عودة بياكد انه صلاح اهلاوي، وصلاح قال قبل كده ان انا اهلاوي اسماعيلاوي وبحب الاسماعيلي. خلينا نقول انه صلاح مصري بيفخر بالاهلي جدا، بيعتز بالاهلي جدا، بيستلهم روح نجم النادي الاهلي الكبير الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص على الحضور، هو الكابتن حسن حمد الرمز الاهلاوي الكبير،
كابتن حسن شحاته والكابتن جمال عبد الحميد كتير كانوا في حضرة الفرعون المصري تكريما واحتفاء بشاب مصري قدر يصل للعالمية بجد ويقول له كل مصر في كل مجال تقدر. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام وأخبار مهمة جدا في الغربال. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في مقالي مؤتمر تكريم محمد صلاح، وشفنا قد إيه الكل كان سعيد وفخور باللي يعمله محمد صلاح، لكن ضبط الأداء الإعلامي في المرحلة الحالية محتاج كلام كتير جدا عشان تتحقق حتى نبوءة محمد صلاح ورغبته أنه النهائي الأفريقي وما بعد النهائي إن شاء الله تفضل الصورة الرياضية المصرية في الشكل الجميل بتاعها. عشان كده في كلام كتير جدا مع حضراتكم في الغربال بذمتكم في هيافة أكتر من كده؟ هتشوفوا الهيافة وهتشوفوا الرد على الهيافة بما يستوجب ضرورة التدخل الإعلامي لضبط الأداء، لأنه حتى وإحنا كمان بنطالب الشباب وبنطالب جماهير السوشيال ميديا وبنطالب بكل الناس إنها تنضبط وإنها تلتزم وإنها يبقى عندها القدر الكافي من الوعي، لازم نبقى شايفين إنه الرسالة الإعلامية اللي بتطلع حتى في البرامج وفي المواقع هي اللي بتقود السوشيال ميديا وهي اللي بتأدي إلى هذا المستوى اللي انتوا شايفينه مؤثر قد إيه في الحقل الرياضي. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيمانا منه بأهمية التوقيت وضرورة التدخل وحتمية الحدث وتأثير الرياضة وقيمة الحدث الكبير في النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك، أطلق الجهاز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب، لا للتعصب، مصر أولا، مصر أولا وقبل أي حد وقبل أي فرد وقبل كل شيء. هذه مسألة مش محتاجة حتى لإعادة طرح، لكن محتاجة إعادة ضبط المصطلحات معاها. إزاي نقدر فعلا نقدم المصلحة العامة على أي اعتبار، وإزاي نقدر نؤمن إن المصلحة العامة أو المصلحة حتى الخاصة للأهلي ثم للزمالك ثم للإسماعيلي وبقية الأندية لا تنفصل عن المصلحة العامة، هي جزء من المصلحة العامة. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النهاردة استضاف في مقره مؤتمر مهم جدا لنزع فتيل التعصب. حضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وحضر الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جابر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحضروا عدد كبير من كبار السادة الصحفيين والإعلاميين، في مقدمتهم يمكن الكاتب الكبير الأستاذ صلاح منتصر، والكل تحدث عن ضرورة التدخل لضبط إيقاع الأداء في الرياضة. وزير الشباب والرياضة قال إن دي مسألة لا تخضع فقط للحدث، مش مرتبطة فقط هذه التوعية وهذه الحملة التوعوية بمباراة الأهلي والزمالك، لا دي مستمرة ووزارة الشباب والرياضة مطلعة بدورها في هذا السياق. تحدث الحضور قالوا إنه أستاذ كرم جبر تحدث عن ضرورة التدخل لإنقاذ الروح الرياضية بين الجماهير والنزول للأندية ومراكز الشباب. الأستاذ صلاح منتصر طالب بوضع منافسته أخلاقي في مجال الرياضة وأن يعمل الإعلام على تغذية الحماس وليس التعصب، فضلا عن منع السخرية في الصحف، وقال إن قيمة الأهلي مستمدة من الزمالك وقيمة الزمالك مستمدة من الأهلي، والأندية كلها بتستمد حياتها من التنافس، وبالتالي قال إن احنا عايزين نغذي الحماس مش التعصب. الحماس فيما بين الأهلي والزمالك مطلوب، لو الناس فاهمة إنه هتشيل الحماس من المنافسة مش هتبقى رياضة ومش هتحتفظ بقيمتها حتى كمكون مهم جدا من مكونات القوى الناعمة المصرية. لكن إزاي المسألة تكون في إطار من التنافس الرياضي النظيف اللي بيحترم القيم الرياضية، اللي بيعلي قيمة الروح الرياضية، اللي بيحترم المنافس، اللي بيتنافس بشكل شريف وقوي. الإعلامي الأستاذ أحمد موسى قال إن أنا أتمنى اعتبارا من اليوم يكون شعار مصر أولا لا للتعصب على جميع الشاشات. مباراة الأهلي والزمالك يجب عرضها في مراكز الشباب. الأستاذ نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام نوه إلى أن انضباط الإعلام الرياضي بداية الطريق الصحيح، وقال إن مصر أولا ومصر أهم. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح عضو لجنة
ضبط اداء الاعلام الرياضي قال ان احنا بنحتاج من جديد ان احنا ناكد على معنى المنافسه وقيمه تاكيد احترام المنافس. الكابتن حازم امام نجم الزمالك الكبير قال ان الازمه الرئيسيه في الاعلام الموجه الذي يبث التعصب ويخرج خارج اطار الرياضه تماما، وهذه مشكله كبيره. فالرياضه تتحدث عن احداث المباريات لكن البعض يتحدثون عن المشاكل بحسب تعبيره. الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق قال بالحرف: الرياضه اذا لم تكن تساعد في ترسيخ القيم بلاها افضل. وقال ان احنا للاسف الرياضه اصبحت من أسوأ وسائل هدم المجتمع وتكريس الفتنه، وسنجني تبعاته وسندفع الثمن فادحا. وقال عماد حسين ايضا: ضروره بتر كل النماذج التي تشوه البلد وكل الاطراف الفاسده في المنظومه الرياضيه. في نهايه الندوه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي قال ان الرياضه قد تكون من اخطر الوسائل الممكنه لهدم المجتمع، لكن الوزاره مستمره في دورها القائم على الدعم المستمر لقيم الرياضه وللتوعيه والاستمرار في هذا الاتجاه لضبط اليات تنظيم المنظومة الرياضية. وقال ان احنا كوزارة مع المجلس الاعلى في ذلك، والاهم ان احنا نكون مستمرين. هنا الاستمرار مهم جدا، لانه اكم من مؤتمرات وندوات ومكلمات كتيرة اتعملت واتنشرت وخرجت، وبعد تاني يوم كل حاجة تعود لنفس النظام وتعود ريمة لعادتها القديمة. الرك على الاستمرار، ازاي نقدر نضمن آلية معينة للاستمرار، وازاي نفضل حريصين على هذا الدور بكل ما فيه من وعي وايضا بفرض النظام. ايه اللي هيحصل في قادم المرات؟ معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ خالد ميري. التليفون بيقطع، هنحاول الاتصال معاه تاني علشان نشوف ايه اللي حصل وازاي نقدر نضمن فرض اليات معينه لتنظيم الاداء الاعلامي عامه، لانه حتى قصر المساله على الاعلام الرياضي، ما احنا بنشوف برامج كتيره في التوك شو هي اللي بتنتج فيديوهات، هي اللي بتقدم تعليقات، هي اللي بتتحول محتواها الى ماده يتحول الى السوشيال ميديا. الناس لما بتشتكي من السوشيال ميديا، طب ما السوشيال ميديا عايشه على ايه؟ بتتغذى على فيديوهات من البرامج. برامج رياضيه تستضيف ناس ملهاش اي علاقه بالرياضه، ما عندهاش اي قدر من الحرص على الرياضه والحتى على الروح الرياضيه، وتبث وتضخ معلومات غلط ونتائج غلط وتقييمات غلط وآراء غريبة جدا هدفها ازاي يركب الترند عشان الفيديو يتاخد يعمل نسب مشاهدة عالية يتحول إلى حاجة كوميكس كده على صفحات السوشيال ميديا المختلفة، ويتقال أصل ده السوشيال ميديا. لا يا سيدي، المصدر جاي من النبع بتاعه من البرامج نفسها، البرامج التوك شو والبرامج الرياضية وبعض القنوات اللي بتقدم مواد وبتستخدم ضيوف غير جادين غير واعيين لخطورة المسألة، يسخر من ده، يذبح خروف لو الأهلي خسر، وتشوفوا كلام غريب جدا جدا ملوش علاقة لا بالرياضة ولا بالإعلام ولا بأي حاجة، بس من غرابته مطلوب عشان البيه يركب الترند. يركب الترند ومش مشكلة يدخل بالرياضة في الشجرة. هو ده اللي حاصل. ونرجع نلوم الشباب الصغير بتاع السوشيال ميديا، ما انت اللي اديته المادة الدسمة، انت اللي اديته اللفافه المسمومه، انت اللي صنعت وانتجت الفيديو اللي مخلي جماهير الناديين بيتراشقوا بينهم وبين بعض لمجرد ان انت تستضيف لاعب سابق او حد مهرج مش واعي لخطوره المساله، مش محترم المنافس، مش مدرك ان الكلام اللي بيقوله بيأذي ملايين المشاهدين والجماهير للنادي الاخر. محدش بيركز في ده. لكن زي ما بقول لحضراتكم، هي دي المسألة الجزئية اللي قالها الدكتور أشرف صبحي هي المهمة. إزاي نقدر نحافظ على الاستمرارية، وإزاي نقدر باستمرار نعاقب المخطئ لوحده، نعاقب المخطئ لوحده دون ازدواجية معايير، لأنه حتى في ازدواجية المعايير الأعلى للإعلام برضو في تشكيل سابق. فاكرين حضراتكم مرة طلعنا في مجلة الأهلي وقلنا قبل ماتش الأهلي والزمالك، الأهلي واجه الزمالك ليلة الخميس، فقامت القيامة على فكرة ليلة الخميس ومنها إسقاط، وكانت المسألة غريبة جدا وكأنه
مجلة الأهلي ارتكبت جريمة لما قالت الخميس في العنوان، وتحذير وإنذار. شفتوا انتوا لو فاكرين الضجة الكبيرة من سنتين تقريبا، يجي بعد ما اكلمكم على ازدواجية المعايير، لانه جزء من الحل الصح العدل. العدل في انك انت في خطأ تواجهه بخطأ، حاسب الخطأ نفسه. لكن هذه الازدواجية هقول لكم ايه اللي حصل بعديها. مجلة الزمالك اخذت تقريبا نفس العنوان، الزمالك كسب يوم الخميس، فبقى الزمالك عريس ليلة الخميس. كل اللي زعلوا على الخميس بتاع الاهلي، محدش جاب سيرة خميس الزمالك خالص. هفكركم انا بالزمالك عريس ليلة الخميس، هتشوفوها دلوقتي على الشاشة. محدش اتكلم، رغم بقول لكم هو نفس الخميس، ودي مجلة نادي ودي مجلة نادي. عشان كده احنا بنتكلم على ازاي نقدر نحاسب الكل بمصورة واحدة، بمعايير واحدة. هنا بتلوم يبقى هنا تلوم، لكن تغض الطرف عن حد وتجامل حد او تسكت عن حاجة، لا. ده مش بس مجلة الزمالك، ده انت هتشوف كمان المصري اليوم، وهو ده جورنان برضو مستقل مش بتاع نادي، ياخد نفس العنوان لما الزمالك كسب. الزمالك عريس ليلة الخميس في المرتين. لم مجلة الزمالك حد اتكلم على الخميس بتاع الزمالك، ولا المصري اليوم لما استخدم نفس العنوان حد اتكلم. عشان كده بنقول زي ما انت عايز تقاوم وتناقش، حاسب الكل بمصورة واحدة. طب ايه رأيكم ده ما وقفتش حتى عند الجرايد؟ المعلق الرياضي وهو بيعلق على المباراة يتكلم على ليلة الخميس، ويتكلم على فوز الزمالك ليلة الخميس، محدش لامه. هفكركم بالكابتن حاتم بطيشة. خسارة الوحيدة إصابة الونش وخروجه، لكن في مباراة الخميس الزمالك هو العريس، في مباراة الخميس الزمالك هو العريس، في مباراة الخميس الزمالك هو العريس. حاتم بطيشة الراجل وهو بيعلق بيستخدم نفس المصطلحات. أنا بتكلم على غض الطرف على حاجة واستخدامها في حاجة. هنا العدل، هنا العدل، وهنا توحيد المعايير. ودي الأكواد الإعلامية اللي قايمة على العدل، اللي قايمة على الانضباط، اللي قايمة على الالتزام. فكركم أنا قلت لكم مجلة الزمالك والمصر اليوم الاتنين استخدموا نفس المانشيت ونفس العنوان. أدي المصر اليوم، الزمالك العريس في قمة الخميس. محدش قال إن هنا في إسقاط غريب أو غير مقبول أو أخلاقيا مرفوض، وده جورنال مش بتاع نادي. حتى مجلة الزمالك سبقته أخذت نفس العنوان. أنا بس بفكر بحتة ضرورة توحيد المعايير على الجميع. الزمالك عريس في قمة الخميس، العنوان استخدم كتير كتير، بس مش بالضرورة أن لما حد ياخده يبقى يقصد إسقاط ما. هنا توحيد المعايير وفرض الأكواد الإعلامية على الجميع، هي دي المسألة المهمة. أنت عندك أكواد إعلامية حاكمة، عندك ميثاق شرف موجود، عندك مدونة سلوك موجود، عندك ناس في لجان المتابعة والشكاوي موجودة. إزاي يقدر الكل فعلا يضبط هذا الأداء؟ الكل اتكلم على مباراة الأهلي والزمالك لكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صالح الصالحي مدير تحرير الأخبار، وهو بالمناسبة وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، له مقالة مهمة النهاردة في الأخبار عن لقاء 27 نوفمبر وكيف يكون لقاء في حب مصر. وأكد صالح الصالحي في استعراض لأهمية ضبط الأداء في الإعلام الرياضي، وقال حسنا فعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة وزارة الشباب في إطلاق هذه المبادرة. لكن بيقول انه المسؤوليه جماعيه، يشارك مجلس اداره الناديين في بث روح الود والتسامح. مجلس اداره الناديين، وهنا تيجي المسؤوليه. هو الخطا جاي منين؟ الخطا جاي منين؟ بيقول صالح الصالحي: الرياضه لم تكن ابدا مظهرا من مظاهر العنف والشغب وسببا للتراشق والخلاف. الرياضه تجمع ولا تفرق. الرياضه قبل ان تكون احرازا للبطولات هي تهذيب للنفوس. علينا أن نحرص أن يكون هذا الحدث في سجل التاريخ مدعاة للفخر برفع اسم مصر عاليا. ده صالح الصالحي في الأخبار. أيضا في الأخبار الزميل محمد أمين لا منهج فيه ولا شرف، وبيتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك، وبيقول محمد أمين حظوظ الفريقين
تكاد تكون مناصفة. الفوز سيكون حليفا لصاحب التركيز الأعلى وبالتأكيد من لديه التوفيق وحسن إدارة المباراة، لكن الأهم أن ندرك أن العالم سيشاهد المباراة ويجب أن ننقل صورة إيجابية عن مصر والكرة المصرية. وهنا أنا الحقيقة ليه تحفظ عن حتة إن احنا مطلوب نبقى كويسين عشان الناس بتتفرج علينا، وكأنه لو الناس ما بتتفرجش علينا والمباراة من أولى بره مسموح لنا نعمل اللي نعمله في بعض. لا، احنا مفروض ان احنا دايما نتصرف صح، مفروض دايما وابدا ندرك ان احنا بنمثل بلد حضارتها ضربه في عمق التاريخ. الكلام بتاع 7000 سنه حضاره ده مش كلام اغاني، ده كلام حقيقي ينم عن عمق حضاري كبير لهذا الوطن. بلد عندها هذا الارث الحضاري الكبير ابنائها ما ينفعش يتصرفوا كويس عشان الناس شايفاهم، ده لازم يتصرفوا كويس عشان الناس يدركوا تأثير هذا العمق الحضاري في هذه الشخصية المصرية. فهي مش فكرة عشان المباراة منقولة بره الجملة اللي معتادة فلازم نبقى كويسين، لا يا سيدي، احنا لازم نبقى كويسين باستمرار، حد بيتفرج علينا او ما حدش بيتفرج. ايضا الجمهورية ياسر الشرقاوي قال ان هي 90 دقيقة في حب مصر، لا والله عايزينها على طول في حب مصر، زي ما وزير الشباب والرياضة قال مش بس المباراة، لعل المباراة زي ما محمد صلاح قال تبقى ضربة بداية كويسة ان احنا نتغير، ان احنا نتحول. فعلا في حالات كتيره بتتغير على الارض، في امور كتيره في الرياضه المصريه بتتحول للاحسن. ده الناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم في الاهرام قال الجانب الاخلاقي والانساني في شخصيه النجم العالمي محمد صلاح ينافس الجانب الفني الرفيع، في الاشاره الى نموذج محمد صلاح الانساني، وده اللي اكدت لكم عليه في البدايه. الرياضة هدفها ازاي تقدر تقدم القيمة السليمة للمجتمع نفسه. صلاح نموذج ملهم لكل الشباب. مباراة 27 نوفمبر ان شاء الله تكون ضربة بداية لمرحلة جديدة مهمة ومختلفة، خاصة ان في امور كتيرة والحمد لله بتتغير وتتحول الى الايجاب ان شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف هو ايه الكلام اللي فيه هيافة والرد عليه. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل على ضروره فرض الاكواد الاعلاميه، ازاي تقدر فعلا تضبط اداء اعلامي وفقا للقواعد الحاكمه، ازاي نقدر نرتقي بالمهنه، ازاي نقدر نفرض النظام على الجميع، ازاي اليات الاعلام المنضبط الصحيح الكل يراعيه. ده كانت مساله مهمه جدا، لانه زي ما وزير الشباب والرياضه قال العبره بالاستمرار. مش الفكرة كلها إن أنا إزاي أقدر أتكلم دلوقتي وإزاي أستفيد من مباراة شعبية وجماهيرية، مباراة في نهاية دوري أبطال أفريقيا الفايز بيها هيستكمل حصوله على 2.5 مليون دولار، واللي مش هيوفق هيطلع التاني هياخد 1.25 مليون دولار. الرقم كبير، جايزة هي الأكبر، الجائزة الأكبر إن هو يروح بطولة العالم للأندية. فالحدث بقدر أهميته وبقدر ضخامته وجائزته رايح كأس العالم للأندية، عشان كده الاهتمام الجماهيري بيه يخليه يكون ضربة بداية لمرحلة مختلفة. بس زي ما قلت لكم وزي ما أكد اجتماع مؤتمر المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي النهاردة، إزاي نقدر نفرض أكوادنا الإعلامية على الجميع. ماذا حدث في هذا المؤتمر المهم وإزاي نقدر نستثمره وإيه اللي نقدر نبني عليه من خلاله؟ معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الفل يا كابتن عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله. النهاردة كنت واحد من مقدمة أو في مقدمة حضور المؤتمر المهم، إيه الدوافع والأهداف بتاعته وخرجت منه يا حضرتك؟ أنا أعتقد إن يعني حدث كان مهم وشارك فيه زي ما أنت قلت كوكبة من كبار رجال الصحافة والإعلام في مصر وتقريبا كل النقاد الرياضيين الكبار ومقدمي البرامج الرياضية. الحدث كان برعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. الحدث جاي بمناسبة الماتش المهم اللي جاي بين الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، لكنه حدث
هو لن يمتد اثره الى هذه المباراه فقط، بل سيمتد اثره اعتقد فتره طويله قادمه. لانه موضوع التعصب الحقيقه بقى آفة ملاعبنا. صحيح. لازم يبقى في تصدي حقيقي ليها، ولازم كل العاملين في حقل الصحافه والاعلام وزاره الشباب والرياضه وفي الانديه يشاركوا فعاليا في هذه الدعوه، دعوه لا للتعصب. زي ما انت قلت الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، ماتش مهم جدا، نهائي افريقيا اللي هيكسبه هيروح كاس العالم للانديه، لكن في النهايه كمان هو ماتش مهم جدا لمصر، اول مره يبقى في نهائي بين فريقين مصريين في دوري ابطال افريقيا. مصر هي اللي كسبانه، صوره مصر مهمه جدا في الماتش ده. فانا اعتقد ان الماتش ده بالذات بكل الاهتمام والتركيز اللي هيبقى عليه من كل وسائل الاعلام في العالم كله مش في افريقيا بس، لازم يبقى ضربه بدايه كويسه انه الجماهير ترجع للملاعب، وانه نواجه التعصب بشكل حقيقي، مش مجرد كلمات نقولها ونمشي وبعد كده ننساها. كويس قوي في الجزئيه دي، لانه ده كمان كلام الدكتور اشرف صبحي ان احنا دي مجرد بدايه، لكن المهم الاستمرار. انت اكدت في المؤتمر على اهميه الحفاظ على الاكواد الاعلاميه وفرضها على كل الاعلام الرياضي بكل الوسائط بتاعته، ازاي ده يقدر يحصل يا استاذ خالد؟ المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عنده هذه الصلاحيه، هناك اكواد اقرت بالذات وهي بمثابه لائحه تنفيذيه. المجلس عنده لجنه لمراقبه وضبط الاداء الرياضي بتعرض عليه تقارير، بيصدر المجلس قرارات بشانها. انا اعتقد انه والمجلس كمان عنده لجان رصد ومشاهده بتعمل على مدار 24 ساعه. هذه اللجان يجب ان تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها خلال الاسبوعين الجايين لغايه موعد المباراه دي، واي خروج على هذه الاكواد اللي هي قواعد مهنيه للممارسه الرياضيه. صحيح. يعني هذه الاكواد هي قواعد مهنيه موضوعيه جدا للممارسه الرياضيه. اي خروج على هذه القواعد اعتقد انه يجب تطبيق العقوبات، والعقوبات الحقيقه من صلاحيه المجلس تطبيقها عقوبات صارمه. شفنا قبل كده في حالات مماثله انه ممكن المذيع يتوقف، ممكن البرنامج يتوقف، ممكن حتى القناه نفسها تتوقف. اعتقد وممكن ده كمان يحصل على فكره في كل الصحافه المقروءه سواء كانت قوميه او حزبيه او خاصه. لدى المجلس هذه الصلاحيه ايضا. فانا اعتقد والمواقع الالكترونيه كمان. تمام. فانا اعتقد لو طبقنا ده في الاسبوعين الجايين بكامل الاهتمام والجديه، اعتقد انها هتبقى رساله مهمه جدا ان كلنا لازم نلتزم بالروح الرياضيه في التناول، والتناول يبقى موضوع ومهني، وده اكيد هيدي رساله ايجابيه جدا لمواجهه التعصب والقضاء عليه. ما ينفعش السوشيال ميديا هي اللي تقود وسائل الاعلام، وسائل الاعلام لازم هي تبقى القاطره اللي تمام. تقود السوشيال ميديا. كنت اسالك في المنطقه ديت بقى يا استاذ خالد، السوشيال ميديا سطح اعلامي مؤثر جدا بما فيه اليوتيوب برضو، ازاي انتوا شايفين ضبط المساله في النقطه دي ازاي؟ المراقبه الاداء سواء على الفيسبوك او اليوتيوب، كل وسائل التواصل الاجتماعي كمان بالقانون واللوائح ومن حق المجلس الاعلى للتنظيم. والمجلس اصدر قبل كده قرارات ومعروض عليه قرارات اخرى لاغلاق قنوات اليوتيوب لعدد من الزملاء. فانا اعتقد ان المساله اذا لجان الرصد والاستماع والمشاهده عملت بكامل طاقتها وصدرت قرارات جديه وحقيقيه في الفتره دي للخروج على الروح الرياضيه وعلى الاداء المهني الموضوعي، اعتقد انه هيبقى مهم جدا ورساله مهمه جدا عشان كلنا يبقى في رساله دي لازم الالتزام بالموضوعيه. اللي احنا بنشوفه كمان في السوشيال ميديا تحديدا هو الجماهير، مش بس النقاد الرياضيين، جماهير واصحاب مصالح وناس لها مصالح كثيره في انه يستمر هذا الخلاف ويتم تزكيه الخلافات ويتم تزكيه التعصب وبيكسبوا من ده وبيتربحوا من ده. انا اعتقد انه لو قام الاعلام الرياضي وكل العاملين فيه صحافه واذاعه وتلفزيون ومواقع الكترونيه بدورهم الموضوعي والمهني، ان اللي هيتكتب والحقائق اللي هتنتشر هي اللي هتوصل وهي اللي هتبقى قادره انها تقود الجماهير مش السوشيال ميديا. والمعادله دي ممكن تتعمل بسهوله، المهم يبقى في اخلاص ونيه حقيقيه لده. نقابه الصحفيين عندها دور في السياق؟ نقابة الصحفيين عندها طبعا دور زي ما نقابة الإعلاميين عندها طبعا دور، لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يحاسب صحفي أو إعلامي إلا نقابته المهنية. صحيح. نقابة الصحفيين عندها وسائل متعددة للمحاسبة، أنا رئيس لجنة التحقيق في النقابة. أنا أعتقد أنه لو في تحقيق يتعلق بهذه المسألة أحيل إلى النقابة من أي جهة يبقى في اهتمام كامل وسرعة في الفصل فيه. لانه كلنا حريصين على ان يبقى في هذه الرساله الايجابيه اللي توصل للناس وقتها، ان لابد من الالتزام بالروح الرياضيه بالمهنيه بالموضوعيه. ان شاء الله كل التوفيق يا استاذ خالد.
أنا شاكر ليك يا أستاذ إبراهيم ولكل السادة المشاهدين. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين. كمان خالد ميري بيرأس واحدة من اللجان المهمة في المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، عشان كده أنا بقول لكم مصر بتتغير رياضيا، مصر الرياضية والإعلامية بتتغير، وعلى الجميع أن يعي ويدرك أهمية التوقيت، أهمية الأحداث. وزير الشباب والرياضة هو بيأكد أن مباراة الأهلي والزمالك فقط ضربة بداية قوية، ضربة بداية قوية، وشفنا مدى سعادة محمد صلاح بيها، وهو بيقول كفاية أن بلدنا تستضيف نهاية دوري الأبطال لأول مرة. الكاف لما بيعمل البطولة من مباراة واحدة، المباراة بتقام في مصر، يكون طرف المباراة الأهلي والزمالك، فدي مسألة أعتقد لو استثمرت بشكل جيد وتم فرض الأكواد الإعلامية بما تعنيه الكلمة من قواعد مهنية سليمة على الجميع، لا الناس تقدر تستمتع بالكورة والناس تقدر تتفرج على إعلام رياضي نظيف، نتمنى ده. لكن ليس من النظافة بالمرة ازدواجية المعايير حتى في التعامل مع الأهلي والزمالك. الفرقتين هيلعبوا يوم 27، الاثنين بيستعدوا. تعال اتفرج على ازاي المعالجة في بعض المواقع وبعض الصحف للأهلي عن الزمالك، وكأنه مفيش، هل في انتقالات في الأهلي بس مفيش في الزمالك؟ هل إثارة أخبار غير دقيقة وغير صحيحة عن لاعبي النادي الأهلي وهم عندهم مباراة بعد أسبوعين بهذه الأهمية الكبيرة؟ خد عينة. المصري اليوم الشروط المالية تعرقل انتقال بيكهام للأهلي، وكمان باجي يرفض اللعب في مصر لغير الأهلي، اللاعب يخطط لأوروبا والإدارة تبحث عن مخرج، وكمان الأهلي يقترب من بيع باجي للاتحاد، جيرالدو يرفض المغادرة. جيرالدو في أنجولا بالمناسبة مع المنتخب بتاعه. الأنجولي جيرالدو يواصل أزماته مع الأهلي ويرفض عروض الرحيل. طب اللعيبة بس؟ لا، دي أزمات بين اللعيبة اللي رايحة واللعيبة اللي موجودة اللي هم هيلعبوا المباراة يوم 27. لا اضرب في الجهاز بقى. موسيماني لما جه كان سعيد جدا انه سامي قمصان دوره مهم جدا معاه. كتير من الاعلاميين والنقاد الرياضيين والمحللين لما اتكلموا قال لك موسيماني جاي ما يعرفش كل حاجه عن الاهلي، لكن وجود سامي قمصان وفر له الجو واداله الفرصه وعرفه بكل التفاصيل الفنيه للعيبه كلها. الاقي دلوقتي يطلع موقع زي سوبر كوره يضرب في العلاقه. سامي قمصان يشكو من تهميش موسيماني في الاهلي. تهميش، وهو اللي لسه الراجل كان بيشيد بدوره وبيقول ان اختصر لي كتير من الوقت في التعريف بالفرقه وقدرات كل اللعيبه وخلاه يدخل بسرعه في جو المباريات والتعرف على المنافسين. لو كان في وقت كنت شفت فيديوهات كتيره لناس بتشيد بدور سامي قمصان. ينقل موقع مبتدا عن ما قال انه او ما وصفه بمصدر مطلع في جهاز الكره في الاهلي ان ازمه موسيماني مع قمصان تفاهه، وقال بلاش تفاهه، دي مجرد اشاعات هدفها ضرب استقرار الفريق واشغال الجهاز الفني عن ترتيبات الاستعداد للمرحله اللي جايه. هي دي الفكره اللي انا بقول لحضراتكم عليها في فكره ازاي انت تقدر تحافظ على الاكواد الاعلاميه السليمه والمنضبطه. الاتحاد الكره مشكورا كان حصل زياره للكابتن محمود الخطيب لاتحاد الكره. الناس اتكلمت هو ايه الهدف من الزياره؟ الخطيب عايز يطلب ايه من اتحاد الكره؟ المساله زي ما الاستاذ عمرو الجنايني قال، الزياره كانت وديه جدا، والحديث كان عن كذا نقطه مهمه، لكن كان اهم ما اسفرت عنه هذه الزياره انه اتحاد الكره تفهم مساله القيد. انت هتفرض على الانديه تقفل باب القيد يوم 19 11 ولسه في مباراه يوم 27؟ يعني اللعيبه اللي انا همشيهم يوم 19 هجيبهم ازاي يلعبوا معايا يوم 27؟ ده الاتحاد الافريقي يا راجل قال القيد 30. فاقتنع اتحاد الكره المصري مشكورا انه مبدئيا يقفل باب القيد يوم 30 زيه زي الاتحاد الافريقي، علشان مش بس الاهلي، الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين دول المشاركين في دوري او في بطوله افريقيا الموسم اللي جاي. فتم الاستقرار على يوم 30 غلق باب القيد، يستمر قيد الانديه في المرحله الاولى حتى 30، القايمه الاضافيه الثانيه تبقى يوم الاحد 6 ديسمبر، وده للمصلحه العامه. ده للمصلحه العامه،
لانه كمان الاتحاد الافريقي عشان يواجه ازمه زي ازمه كورونا وتعب قوي مع الرجاء واجل ماتش الزمالك والرجاء 3 مرات ورمى النهائي اليوم 27 قال لك لا الكلام ده مش هيتكرر تاني. طب يعالجها ازاي؟ قال لك كل نادي بيسجل كام في افريقيا؟ 30 لاعب. لا سجل 40 كده من وسع، سجل 40 لاعب. بس بقى يا شاطر لو عندك 14 لاعب سلام هتلعب المباراه. يعني لو كل فريق لا قدر الله اصيب منه 26 لاعب بكورونا مش هيأجل لك مباراه، 26 مش هيأجل لك مباراه. ولو ما سافرتش البلد اللي هتلعب فيها تعتبر مهزوم. فسجل 40 لاعب. بصوا دي الأول مرة في التاريخ بتسجل 40 لاعب في القايمة. علشان إيه؟ علشان ما حدش يتعلل بكورونا بعد كده، ولو لا قدر الله الفيروس استمر ومشاكله الصحية استمرت، ما حدش يتكلم تاني على تأجيل مباراة أو عندي عدد مصاب أو بقول لك لو أصيب 26 لاعب هتلعب. 14 لاعب، 11 أساسي و3 احتياطي يكفوا لإقامة المباراة، غير كده هتعتبر مهزوم. علشان يواجه بيها مواجهة حاسمة الكاف هذه المسألة. بس ال 40 لاعب هيتسجلوا إمتى؟ هل في القائمة الأولى هتسجل 30 ولا لأ؟ هل هتخلي 10 في القيد الثاني الشتوي ولا هتبقى 7؟ حتى الآن الكاف ما طلعش شروط القيد ونظامه إيه، لكن مبدئياً فتح الباب ل 40 لاعب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا بعظمة لسانه. أهلا بحضراتكم من جديد. كتير لما بنلاقي أندية ناديين يتخانقوا على لاعب كتير قوي، بالذات في الانتقالات والصفقات والإعارات، وخناقة ناديين على لاعب طبيعية جدا. لكن لأول مرة نلاقي منتخبين بيتخانقوا على لاعب. منتخبين بيتخانقوا على لاعب، منتخب مصر للشباب ومنتخب المغرب للشباب، الاثنين بيتخانقوا على لاعب كمان بيلعب في انجلترا، يعني لا هنا ولا هنا. واضح انه من ابناء المهجر رامز حفظ الله. فجأة المواقع انشغلت برامز حفظ الله، ناشئ تحت العشرين سنة بيلعب في فريق ملوالي الانجليزي. كابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب قال ان احنا بعتنا في 4 اكتوبر اللي فات للاتحاد الانجليزي ابعت لنا رامز حفظ الله لاعب من الوالي الانجليزي لانه مصري عشان ينتظم في منتخب او معسكر منتخب مصر للشباب. الانجليز ما ردوش واللاعب ما ردش، واذا بالمغرب يعلن عن ضم المصري المغربي بقى رامز حفظ الله لمنتخب الشباب المغربي اللي بيستعد هو الاخر للتصفيات الأفريقية. المغرب أشار الاتحاد المغربي أنه تم ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود الأطلس على الرغم من طلب الاتحاد المصري، قلت لكم من 4 أكتوبر ويا كابتن ربيع اللي ما يردناش ما نردهوش خلاص. واضح أنه عنده الجنسيتين، المغاربة اتصلوا بيه بشكل مباشر فضل الانضمام للمنتخب المغربي، فخلاص هنعمل إيه؟ إلا إذا كان تم الاتصال باللاعب وكان موقفه غير اللي الاتحاد المغربي أعلنه. لكن بقول لكم غريبة إنه منتخبين يتخانقوا على لاعب. بس بمناسبة المغرب، النادي الأهلي عمل صفقة مهمة جدا، هنشوف تفاصيلها، لكن مبدئيا نشوف بعظمة لسانه. بعظمة لسانه فيها الفطة على الهوى مين المسؤول، لكن قبل ما نروح نشوف الهلفطة واللي بيها الفطة ومين المسؤول عن ضبط هذه الهلفطة، خلينا نقول الخبر المهم جدا، تعاقد النادي الأهلي مع المغربي بقى بدر بنون. من حوالي شهرين كده لما بدأ الكلام على بدر بنون بسأل صديقي المغربي العزيز الصحفي النابه منصف اليزجي عن بدر بنون، قال له واو صفقة لو الأهلي تمكن من تحقيقها هيبقى أضاف لنفسه لاعب مهم جدا. ده كان مدافع نادي الوداد الرجاء
ولاعب مهم جدا، مواصفاته هائلة جدا. اعتقدت انه منصف اليزج بيجامل ابن بلده، لغاية لما شفت تويتر للصديق العزيز فيصل زيدان المتألق في اليوتيوب بينقل على او عن صحفي مغربي صديق هو الإعلامي المغربي سعيد بالفقير، كاتب فيصل زيدان ان انا سألت الإعلامي المغربي سعيد بالفقير عن بدر بنون فقال لي كلام مهم جدا، هذا لاعب متميز اذا احب يعشق واذا عشق اخلص كل الاخلاص، يليق بالاهلي وعقلياته الاحترافيه، يلعب باناقه وبقوه في ان واحد، لا يلهث خلف الشوء ولا يشغله ابدا النجوميه المنفرده، يقاتل دائما من اجل الفريق. سبحان الله، وكانها المواصفات القياسيه للاعب النادي الاهلي. بدر بنون تعاقد مع الاهلي لاربع مواسم، سعيد جدا بانضمامه للاهلي، قال كلام كتير مهم. مش قلت لكم ده لاعب بمواصفات اهلاويه بجد؟ وما شاء الله، يعني اولا بدر بنون شخصيه من نوعيه لعيبه النادي الاهلي. كان كابتن للرجاوي عنده 24 سنه، هو دلوقتي 27 سنه، مواليد 93، بس حتى مواصفاته البدنيه ما شاء الله. طوله 193 سنتي، وزنه 68 كيلو، منتهى الرشاقه ولعيب كره على الارض كويس. هذا هو اللاعب الذي يحتاجه دفاع الاهلي. ده مش رايي، ومن الطبيعي انه يكون راي اي حد اهلاوي، لكن كمان لما يبقى ده راي نجم زملكاوي بقيمه محمد ابو العلا عن بدر بنون وصفقه الاهلي. نسمعه. مدافع مميز، واخد راي كابتن ابو العلا فيه. اه طبعا هو مدافع مميز جدا وباين شخصيته. قلت لك الفرق الكبيره بتبقى محتاجه قائد من ورا يعرف يقود زمايله. هيفرق مع الاهلي؟ انا شايف كده. الاهلي اصلا مشكله في عمق الدفاع، دي اكبر مشكله في فرقه الاهلي موجوده. عمق الدفاع فيه مشاكل واصابات، وكان دايما بيبقى فيه حتى لعيبه بتلعب مش في مركزها الاساسي، بتلعب زي محمد هاني وزي احمد فتحي لما لعب، وزي ايمن اشرف لما كان ساعات بين باك ليفت دخل سيرد باك، في اكتر من لاعب لعبها واضطر يلعبه حمدي فتحي، فده طبعا صعوبه. انا اعتقد ان هو هيفرق كتير مع خط دفاع النادي الاهلي، هو لعيب بيعرف يبدا هجمه، وهيفرق كتير مع طريقه موسيماني وقائد زمايله وعنده خبره افريقيه، فيعني اللي هو بيلعب في نفس الليفل، يعني مش بيجيب لعيب تجربه، بيجيب لعيب اوريدي عنده النضج وعنده الخبرات التراكميه اللي تخليه يقدر يلعب في نادي كبير، ونادي الرجاء اصلا جماهيريه كبيره جدا. صحيح. نفس الظروف تقريبا، وانا شايف ان هو اختيار مميز جدا. ده كلام محمد ابو العلا، واعتقد كل متفائل من كل الاهلاويه وحتى كل خبراء الكره عارفين قيمه بدر بنون كلاعب. كل التوفيق ان شاء الله لصفقه نوعيه مهمه جدا مع الاهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل تقدر تعد لغايه كام يا كابتن بشير؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اذا كان لاعب زي بدر بنون بمواصفات الاهلي، في شخصيه الاهلي وفي طبيعه لعيبه النادي الاهلي، كمان مدرب النادي الاهلي بكل الضغوط اللي بتتعرض او اللي بيتعرض لها والتحديات الصعبه، والفريق بيكسب او مطالب انه يكسب كل مباراه، محتاجه كمان زي ما محتاجه لاعب بنوعيه خاصه، محتاجه كمان مدرب بنوعيه خاصه. ريني فايلر السويسري، راجل بحكم انه هو سويسري بقى مش حتى اي اوروبا، رومانسي، راجل رومانسي رقيق، ما استحملش الضغط اللي هنا، عمل تجربة هايلة وتفائلنا جدا بيه، وكان يقدر فعلا يعمل اسم كبير في المنطقة، وكلنا بنشوف لما بيجي المدرب من دول النادي الأهلي وياخد الختم بالبطولات سعره بيتضرب في 10 في منطقة الخليج. لكن الحقيقة ريني فايلر لما رحل فجأة الناس كلها قالت لا ده رايح بيراميدز، ده جاي، ده رايح، اتضح ان احنا ما كناش واخدين بالنا من البعد الرومانسي في شخصية ريني فايلر. راجل مش بتاع تعب، مش بتاع ضغوط بهذا الشكل. أول ما اتقال يا كورونا قال لك لا يا مامي أنا هرجع. رجع، عمل حوار مهم مع صحيفة اتش ال ان البلجيكية، نقلوا عنها موقع يلا كورة، علشان الناس اللي اتضايقت واستغربت لما الراجل مشي تشوف إن الراجل دي شخصيته، دي طبيعته. الراجل رومانسي قوي، قال لك انا بستمتع دلوقتي، انا كنت اتمنى اكمل مغامرتي مع الاهلي في افريقيا، لكن لا، الظروف اللي انا كنت فيها والكورونا والبعد عن اسرتي خلاني ما اقدرش استحمل، انا دلوقتي سعيد جدا في سويسرا،
انا بأعيد اكتشاف جمال الطبيعه. بص الرومانسيه، انا مع اطفالي سعيد جدا ان انا بأعيد اكتشاف جمال الطبيعه، ده حسب كلامه للصحيفه البلجيكيه. دي نوعيه مدرب حاجه ليها شكل معين، بخلاف بقى بيتسو موسيماني اللي جاي فرحان بالاهلي، جاي عارف قيمه الاهلي، جاي مستعد يقدم فكر وخبرات هايله جدا في تجربته مع الاهلي، من الاخر شغال فحت ورد فوق وتحت، بيواصل شغله مع الفريق الاول وباصص ومهتم بالناشئين، وخد 40 لاعب في القائمه الافريقيه، هيدي فرصه لعدد من الناشئين كمان يضافوا لقائمه افريقيا. فحسنا فعل النادي الاهلي بالتعاقد مع نوعيه هذا المدرب. اهتمامه بالناشئين مش كلام مننا، كابتن عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي كان قال كلام مهم عن علاقة موسيماني بالناشئين واهتمامه بيهم، عشان تشوفوا ان كمان بيتسو موسيماني مدرب بشخصية النادي الأهلي. نشوف الكابتن عمرو أنور قال ايه عن موسيماني واجتماعه معاهم في لقائه مع الكابتن شوبير. كابتن عمرو خليني أسألك عن العلاقة مع موسيماني، يعني مدير فني جديد وعنده مهام صعبة جدا، هل حصل كلمته؟ هل حصل قعدته؟ يعني احكي لي. حصل اجتماع اول ما جه، يعني بعد تقريبا حوالي 3 ايام 4 ايام كده. على طول كده؟ كان هو حتى في الاجتماع قال ان الاجتماع ده بتعليمات وتوجيهات من كابتن الخطيب، يعني هو طلب منه قال له تجتمع مع رئيس قطاع الناشئين خالد بيبو ومع مع المدير الفني للقطاع مستر مايكل ومع مدرب فريق الشباب علشان تشوف الناس دي بتفكر ازاي، وعايز يبقى في تواصل وفي ربط كويس علشان اذا في لعيبه تشوفها تبقى موجوده كويش. هو الراجل يعني صراحه يعني رغم ضيق الوقت ورغم الماتشات وضغط الماتشات لا قعد واستفسر مننا عن الخطوط العريضه وطريقه الشغل اللي احنا شغالين بيها، ويعني هو وعد قال ان انا الفتره اللي جايه لما المسابقات تبدا انا هكون موجود، وفي حد من الجهاز الفني بتاعي هيبقى موجود في المباريات الرسميه اللي هتبقى موجوده عندكم في النادي. حسيته ايه في الكوره بيتكلم معاك؟ لا اولا عنده فكر، يعني هو حتى انا هقول لك على حاجه في الاجتماع، كان اول ماتش تقريبا كان ماتش المقاولين تقريبا مظبوط هو نفسه سالنا قال لنا ايه رايكم في الماتش؟ شايفين في تغيير في الفرقه ولا ده بعد الماتش؟ بعد الماتش احنا الاجتماع كان بعد الماتش فانا من وجهه نظري قلت له انا شايف في تغيير ممكن في حاجه بسيطه ما كانتش موجوده، ان اللعيبه بتبتدي دلوقتي بتبتدي تحضر من تحت مظبوط وبتحاول انها تستحوذ على الكوره وبتحاول انها تعمل هجمه منظمه عكس الفترة اللي فاتت اللي هي اخر مباراة بتاعت فايلر كانت كلها بالظبط كانت كور طويلة معتمد على اللونج باس لبادجي فالراجل متواضع جدا وبسيط جدا ومبسوط جدا ان هو موجود في النادي وعايز يعمل حاجة ومهتم بالناشئين، والكابتن محمود الخطيب قال له اقعد مع الناس اللي تحت وشوف الربط بين فوق وتحت يمشي ازاي ونستفيد ازاي من هذا الكنز اللي موجود في النادي الاهلي المتمثل في الناشئين. دي مساله مهمه جدا جدا، عشان كده بقول لكم الحمد لله ان الاهلي وقع اختياره على هذا المدرب بهذه النوعيه. السمات الشخصيه يا جماعه مهمه جدا، زي ما هي في اللاعب في المدرب. وعلى ذكر بقى السمات الشخصيه، ازاي اي لعيب ممكن يتعرض لاي ظرف صعب، ازاي يقدر يكمل وازاي يقدر يقع، لانه الفشل مش ان تتعثر، الفشل ان تفشل في النهوض. بشير التبعي واحد من اللعيبه في السياق ده اللي جدير بالاحترام. فاكرين ماتش 6-1 بتاع الاهلي والزمالك وازاي بقى نغمه؟ لو حد ما عندوش صلابه نفسيه زي بشير كان ممكن يبطل كوره، لكن بشير التبعي بسماته الشخصيه وصلابته قدر يكمل بعد كده ويبقى واحد من احسن المدافعين في مصر بعد هذه المباراه. ودي قيمه السمات الشخصيه للاعب، قيمه الصلابه. على ذكر الاهلي والزمالك وانه كل بيت فيه اهلاوي وزملكاوي، وانه حتى الاعلى للاعلام ووزاره الشباب والرياضه لما بتتكلم على ضروره نبذ التعصب هي بتستهدف البيت المصري، بتستهدف
السلام الاجتماعي في البيوت المصرية بتستهدف بيت بشير بالطبيعي بالخصوص. بشير التبعي واحد من نجوم الزمالك الكبار، بيته أهلاوي، ولاده الاثنين أهلاوية بيلعبوا في النادي الأهلي وتعبينه قوي. نشوف كلامه. مش عايزين ندخلها في خانة العصبية. انا احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده، قبل ما نادي الزمالك والنادي الاهلي يوصل للفاينل والكلام ده، لما كنا لسه المجموعات والكلام ده كله، كنت بقول لك انا ما اتمناش ان الفرقتين يوصلوا، كنت عايز فرقه واحده توصل. بس فيها برضو حاجه جت من عند ربنا كده، ان المباراه دي يعني الظروف اللي احنا فيها من غير جمهور كتير، لان المباراه زي كده لو كانت فاينل والاستاد مليان ومليان من جمهور الفرقتين، اعتقد ما كانتش هتعدي بسهوله يعني. خاصه ان في شحن موجود، ما حدش يقول لي ما فيش شحن. لا معلش، احنا مش عايزين يبقى في ما في شحن. ايوه احنا مش عايزين في شحن، عايزين بقى يبقى في شحن. اه ماشي، بس هو موجود، ده شغلتنا بقى ان احنا نشتغل على تهدئة الشحن. يا ريت يعني احنا نتمنى حاجه زي كده. بس ده اللي هيعمل ده واللي هيبقى له دور اساسي ومؤثر في حاجه زي كده، اللعيبه في الملعب. المشكله ايه؟ فاول بقاوم زميلي، بطبطب على زميلي، معاك يعني ده فيها جزء كبير. بالظبط يعني ده اللي بيشحن اصلا فوق. يعني إيه لما لعيب يقع؟ ايه لما يقوموا يعني؟ كابتن بشير، انا اتكلمت في جزئيه مهمه جدا. يعني حضرتك راجل زملكاوي دلوقتي، عندك ابنك اهلاوي، يعني الاسره الله اعلم المدام ممكن تكون اهلي او زمالك، اخواتك، يعني كل بيت فيه اهلي وزمالك اكيد. يعني عايزين الدنيا ان في مثلا انت ممكن تبقى متضايق لو الزمالك اتغلب، ابنك يوسف ممكن يكون فرحان ان عمر ولا يوسف؟ الاثنين. عمر ويوسف؟ الاثنين اهلاويه؟ يعني اخر مباراه لنادي الزمالك، نادي الزمالك كسبان 3. انا ما رضوش اتفرجوا معايا، اتفرجوا في النادي عندنا في المكان اللي انا ساكن فيه. وبعدين انا قاعد بتفرج لوحدي وهم جايين بقى بيخبطوا عايزين يتسحبوا، فتحت لهم الباب فبعمل لهم كده. فلقيت الصغير بيقول لي حاجه غريبه قوي، قال لي انت بتعرف تعد لغايه كام يا بابا؟ وبيعمل لك والله العظيم كده، اقسم بالله. لا ما بخلص، ما بخلص. ايوه بس بيبقى ضحك. ايوه يعني خلينا في الجو. لو قدر لاحظ حاجه بستخبى. لا والله بستخبى. يعني انت بتقول له 3، بقول له بعمل له كده. قال لك بتعرف تعد لحد كام؟ وانا مش واخد بالي، يعني انا مش واخد بالي هو يعني هو قصد ايه. قول له بعرف اعد لحد 6. الكبير؟ لا قلت له لغايه 3. 3 ولا 6؟ لا 3، بس 6 دي ما وصلتلهاش انا. يعني ده تاريخ قديم انتهى، مات. ومهيب بيقول له قول لهم بعرف اعد لغايه 6. بس شايفين ان الاسره الواحده ده بشير يعني فاهم ان هو لما بيعمل 3 بيعاير يوسف بانه الزمالك كسب 3. ففوجي بيقول له انت بتعرف تعد لغايه كام يا بابا؟ اللي انت عايزه هعده لك. هو ده التركيبه، هي دي تركيبه البيوت المصريه. بقول لكم بشير التبعي كابتن نادي الزمالك وواحد من اعمدته الدفاعيه الكبيره، ولاده الاثنين اهلاويه وبيلعبوا في النادي الاهلي، وشايفين الحوار بينهم عامل ازاي. المساله لازم تفضل في هذا الاطار، في ملاطفه، في مداعبه، في مناوشات بسيطه جدا لا تخرج عن هذا السياق ابدا، عشان الناس تستمتع بالكوره وتستمتع بحبها للنادي الاهلي وتستمتع دايما وابدا بعشقها للاهلي ولكره القدم، عشان كله برضه يصب في النهايه لمصلحه كره القدم المصريه اللي منتخبها الوطني يوم السبت هيلعب مباراه مهمه جدا مع توجو، لازم الناس تاخد بالها منها. يوم السبت المنتخب الوطني بقياده الكابتن حسام البدري هيلعب مع توجو. هنلعب المباراه واحنا عندنا يا جماعه نقطتين اتنين، تعادلنا مع كينيا وتعادلنا مع جزر القمر. تخيلوا منتخب مصر بعبع افريقيا تعادل مع جزر القمر بره وتعادل مع كينيا هنا، عنده نقطتين اتنين في تصفيات الامم الافريقيه. كينيا بتتصدر او جزر القمر بتتصدر ب5، كينيا 3، مصر 2، توجو 1. هنلعب المباراه يوم السبت ونسافر نلعب في توجو يوم الثلاث. والمنتخب الاولمبي بيلعب دلوقتي مع كوريا متعادل، ويوم الثلاث هيلعب كمان مباراه الوديه مع البرازيل عشان تكون مصلحه الكره المصريه فوق كل اعتبار. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 8 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.